بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم. النهارده عندي ايه؟ النهارده عندي حاجه حلوه قوي، فطيره الزبادي. فطيره الزبادي من الحاجات المميزه جدا اللي طعمها مميز جدا، هيعجبكم ان شاء الله. عجينه سهله جدا، بسيطه جدا، هنقدر ان احنا في الوقت دوت لما ناكل حاجه زي كده برضو ان شاء الله هتبقى مميزه جدا. بنقطع منها قطعه كده ونشوف عامله ازاي. اهيت، شايفين الشكل عامل ازاي؟ طريقتها سهلة جدا، والزبادي بيديها تيست عالي جدا غير اي حاجة. الزبادي او الحاجة اللي بتبقى حامضة بتبقى من الحاجات المميزة جدا اللي بتدينا طعم. ده كده فطيرة الزبادي او طرت الزبادي. عايزين نشوف المقادير ازاي وطريقتها ازاي. يلا بينا، يلا بينا هنشوف بقى مقادير فطيرة الزبادي الجميلة دي. أول حاجة العجينة، الكفر الخارجي بيكون 150 جرام من الدقيق، يعني كوباية دقيق. بيكون عندي 50 جرام من السكر، يعني ربع كوباية سكر بودرة. بيكون عندي 100 جرام زبدة، نص كوباية زبدة. ده كله هناخده مع بعض بإيدينا، وده أسهل حاجة. الحشو بتاعنا إيه بقى؟ كوباية زبادي اللي هي 125 أو 100 سيان. بيكون عندي يا إما كريمة لباني يا إما زي ما اتفقنا نص كوباية لبن كده، عليها معلقتين كريمة باودر مخفوقين خفق خفيف. عندي معلقة كبيرة من النشا، عندي 2 بيض، عندي فانيليا، عندي 100 جرام سكر بودرة، يعني نص كوباية سكر بودرة. يلا بينا دلوقتي نشوف هنعمل ايه. أول حاجة بنعملها هي العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا كله مع بعضه بالشكل ده. ادي الدقيق، ليه السكر، ودي اسهل عجينة، ونحطها يا في قالب كبير يا في قالب صغير. ونبدأ الكلام ده كله هقلبه بايدينا كده لما هيتماسك معايا. دلوقتي هدني معاه كده لما يتماسك. ادي العجينة هي يا جماعة، دنيتني وراها بس تكون الزبدة طرية في درجة حرارة الغرفة، واسيبها هنا ترتاح معايا شوية اهي. وبعدين عايزين نعمل بقى الحشوة بتاعتنا، الباقي أمره سهل، هوريها لكم دلوقتي. هنبدأ نعمل دلوقتي خليط الحشو بتاعنا. أدي البيض، فانيليا، ربع معلقة صغيرة، 100 جرام سكر، نص كوباية سكر، زبادي كوباية، كريمة، كريمة لباني أو قلنا نص كوباية لبن، عليهم معلقتين كبار كريمة كده، وادي النشا كده. ده الحشو بتاعنا. هنقلب الخليط ده كده واحدة واحدة كده، وده كده الحشو بتاعنا. الفطيرة دي لو عملناها في أي وقت من الحاجات التحفة. عايزين نعملها فطيرة واحدة قالب طرط واحد، ماشي. عايزين نعملها كذا واحدة زي ما هنشوف دلوقتي، ماشي. عايزين نجيب ورق الفويل بتاع الكب كيك نشتغل فيه كده. ادي الخليط بتاعنا هو بتاع الحشو. نبدأ نرش شوية دقيق كده عشان نبتدي افرد العجينة. انا عارف ان العجينة ملهاش عرق، هوري لكم كده حتى واحدة ازاي بنفرد واحشي بالقوالب دي اهي. ونقوم عاملين كده وكده، ممكن قوالب اصغر، ونقوم رافعين كده عن طريق اي سكينه اهو. واو، وادي كده. مش محتاج اسوي العجينه يا جماعه، على طول كله على طول. العجينة اتكست تماما، بنبدأ نعمل كده. اهو نعمل لكم كمان واحدة اهي عشان يبقى شفتوا الاتنين، واعمل الباقي اهو. ببدأ، شفتوا قطعت العجينة اهو، اطلع كده اكس كل الاطراف دي. خد من التخينة على الرفيع، ما تخليش الاطراف رقيقة، والعجينة دي بتنفش عشان كمية الزبدة فيها عالية. ولا بيكنج باودر ولا حاجة، لا هي لا السابليه ولا البسبوسة بياخد بيكنج باودر اهو. طب مش لازم السكينة، ممكن بإيدي اعمل كده
اهو هكمل الباقي ده وارجع لكم تاني. ادي كده الخليط بتاعنا وعبينا كل القوالب اهو، نعمل حسابنا ان هو بينفش تحفه. واهو كله بيستوي مع بعضه، مفيش حاجه اسمها ايه تخش تتاخد بلانش الاول وهوريها لكم، هتلاقوا العجينه ولا بتكش ولا اي حاجه. يا سلام بالملي يا شيف محمود، مية مية درجة حرارة 180، ما نطلعش من الفرن الا لما الكريمة اللي في النص ديت اعمل لها تشك بالسكينة كده وارفع، لقيتها ناشفة خلاص. ادي فطيرة الزبادي او طرت الزبادي بالشكل المميز دوت، خد الوش وهنطلعه دلوقتي نسيبه يسقع وفرج حضراتكم عليه. ادي طرت الزبادي طلع معانا اهوت شكل مميز جدا، نبدأ نفكه كده بعد ما سقع ويطلع بالشكل دوت، ونبدأ نقطع منه وناكل. بألف هنا ليكو يا رب، دايما كده كل شيء يكون مميز ليكو، ربنا يحفظكم من أي حاجة وحشة. أشوفكم على خير، لو عجبكم الفيديو بنعمل لايك وشير قناة الشيف محمود عطية. ألقاكم على خير يا رب ودايما بخير.